الكنيسة العربية الإنجيلية برانش وبرناردو تدعوكم لحضور النهضة الانتعاشية مع المتكلم الأخ إيليا كرولوس والمرنم الأخ هاني روماني، وذلك من الجمعة 12 سبتمبر إلى الأحد 14 سبتمبر، الجمعة الساعة 6:30 مساء بمقر الكنيسة برانش وبرناردو، السبت 13 من الساعة 10:30 صباحا إلى 7 مساء بالعنوان التالي: Oceanside First Presbyterian Church 2001 South El Camino Real Oceanside California 92054، ويوم الأحد الساعة 11 صباحا بمقر الكنيسة برانشو برناردو. عنوان الكنيسة هو 17010 Palmaretto Road San Diego California 92128. يوجد عناية بالأطفال. للاستعلام الرجاء الاتصال بالأخت إيمان كراس 760-807-9359.